أنا مواطن جيت من المسير هيا بوتبون وتحية تونس أكاو. أول رحلة من تونس العنابة كانت رحلة ممتعة. الواحد القطار كان مجهز بالمكيفات، يعني زاجون داخل قاموا بينا مليح. وحنا نشجعوا كل واحد، كل حب يركب في القطار يتفضل هنا يركب في قطار عنابة تونس، تونس عنابة. مرحبا بكم، انا ملويات مستير وماشيه لعنابه اول مره باش نزورها، ان شاء الله ديما نجيو نمشي ونجيو نحنا كيما نقولوا خضا خضا. تلك الفتران كان كليماتيزي، ميرسي بوكو على ليكيب اللي فتران، ان شاء الله نصحب عليه. الرحلة كانت مزيانة وكان الاستقبال من الديوانة فهمتي استقبال رائع ويرحم والديهم، إن شاء الله ديما الجزائر الفوق في العلالي. من تونس ركبت من تونس للجزائر من الثمانينات، كنت نطلع فيه من الثمانينات وحتى لأول التسعين وحبس. في اليوم سمعت اللي راهو باش الافتتاح تاعها، جيت من سوسة باش نرجع لواد سوف، جيت من سوسة لتونس وجينا ركبنا فيه والحمد لله. الله يبارك ما شاء الله، الله يسلمك ان شاء الله وربي يدومها ان شاء الله. رحنا احنا برجوع الكرام ما شاء الله، انا واحد من الناس خذيت اخر مره 95 هاوك خذيت من بعد 30 سنه رجعت فيه للجزائر. هذه